عندنا جهاز الكوميتر 311 موديل بي البريطاني او الانجليزي، الكوميتر 311. طبعا هذا صناعة ميد ان جريت بريتن، صناعة بريطانية، وبيجي معاه السيريال نمبر. هذا السيريال نمبر تبعه راح يكون محفور وراء الجهاز وموجود في التست سيرتيفيكيت وفي اكثر من محل. طبعا هذه كرتون بتيجي لونها ابيض، لما ينفتح الجهاز بالطريقة هاي بيكون هذا الجهاز، هذا الغلاف تبعه، تمام، هذا الغلاف تبعه. بنفتح الجهاز بيكون الجهاز مغلف بالطريقة هاي، وموجود هذا الجهاز نتمعنه. هذا فيه الكوميتر ميد ان جريت بريتن، خلينا نحاول نركز عليها شوي. ايوه ميد ان جريت بريتن، تمام، وعليه السيريال نمبر نفسه اللي ورا VE1292. وموجود كمان هنا على صفحة الشرايح موجود مكتوب كمان انه ميد ان جريت بريتن، واضحة، تمام. طبعا خلينا نشوف الاجزاء الثانية من جوا. بيجي معاه بطاريتين دوراسيل اندستريال، يعني صناعيات من افضل الانواع، تمام. نشوف هنا يجي معاه شرائح، هذه الشرائح علشان نشيك فيه انه الجهاز معاير او لا. وبرضه هنا تيجي معاه التست سيرتيفيكيت، تست سيرتيفيكيت او شهادة المعايرة، برضو مكتوب عليها السيرتيفيكيت نمبر، الانسترومنت تايب، والسيريال نمبر نفسه. وهذه كمان مختومة من المصنع، من الكواليتي مانجر، مدير الجودة، وكل القراءات موجودة فيه، وفيه تاريخ المعايرة موجود عليها. هذا كتيب طبعا يوزر مانيوال بيعلمك كيف تستخدم الجهاز. خلينا نشوف كيف طريقة استخدام الجهاز. اول اشي لازم ندخل البطاريات فيه. طبعا نشوف بالله كيف عملية، في ناس كثير بيسألوا. بنفتح هذه، بنفرها 90 درجة، تكون بالشكل واقف، تفتحها بالطريقة هاي، الكومبارتمنت او الغطاء البطاريات. شوف هذا جاي عندون الاجهزة الالكترونية، جاي البوزيتيف، لو شايفين علامة البوزيتيف، هذه البوزيتيف جاي هنا، فلازم تركبه بالطريقة هاي. ها شوف، والماينس من بالطريقة هذه، وتدخل تسكره. اول اشي بتسكره زي هيك، بعدين بتفره 90 درجة وبتسكره بالطريقة هاي. هيك صار جاهز للاستخدام. لو شغلناه كبسة مطولة، لو شايفين هون، ركز الصورة شوي، هذا هو صار جاهز للاستخدام، تمام. ممكن عشان الشاشة مش مبين كثير، تمام، عشان اللزق اللي فيه. الآن بلش قراءات فيه. هذه هنا 120، هذه الصبغة الأصلية 120، هنا 100 120، هذه الصبغة الأصلية 100 أو 120. نشوف هذا الباب مثلا 100، هذا 110، إذن هذا صبغة وكالي. هذا الباب 110، شوف كل الأماكن بيعطينا صبغة وكالي. شوف هنا 110، هذا نشوفه بالطريقة هاي 110، إذن هذا صبغة الوكالة. شوف هنا 110، طبعا هذا بقيس بنظام المايكروميتر. الآن لو بدنا إياه نقيس بنظام المل، في ناس متعودين على المل وفي ناس متعودين على المايكروميتر، نكبس هنا. أول واحدة اللي فوق هذه، لو شايفينها، هذه للصوت، بتزيد الصوت، لو سامعين الصوت بيزيد أو بنقص. أنا بفضل دائما نحطه على النص علشان إنه ما يصرف بطاريات كثير. هذه الثانية، لو شفت نزلت بالسهم للثانية ودخلت داخل، هذه اللي هي الإضاءة، شدة الإضاءة. شوف هنا محطوطة إيه، أوتوماتيك. هاي هنا هيك بنقص الإضاءة، من هنا بزيد الإضاءة، تمام. نحطه إضاءة كاملة لأن الدنيا نهار بعدها. وهذه عندنا من هنا وحدة القياس المايكروميتر، بقدر أخليها مايل. هذه المايكروميتر خليها على المايكروميتر، هذه 100، تمام، هذه 110، هذا صبغة الوكالة. هنا 100 صبغة الوكالة، طبعا احنا قسناها 150، هذه مصبوغة. نشوف والله الجهة الثانية، الجهة الثانية قسناها قبل شوي بجهاز كيونكس هاند الألماني. شوف هذه 180 مصبوغة، نشوف هنا 180 مصبوغة، هنا
210 يعني حتى فيها معجون 210. نجي على هنا 210، نقرب شوي لهنا 230 مصبوغة، نشوف هنا 170 برضو مصبوغة. نرجع فوق بس للتأكيد انه بيقرأ صح الجهاز، 100 او 110 او 120 هذا الصبغة الاصلية. السيارة اج، نوع اج، شوف هنا 110 هذا الصبغة الاصلية. نيجي نقيس عليها في النص هنا 110 هذا الصبغة الاصلية، هنا 110 هذا الصبغة الاصلية. خلينا نشوف الاجزاء الثانية، نبلشها من المدقار الخلفي تمام او الصدام الخلفي، 120 اصلي هنا. اذا الصبغة تتراوح ما بين 100 110 120، هذا الصبغة الاصلية 110 اصلية. شوف هنا 110 اصلي. طبعا الابيض اللؤلؤي ممكن يزيد كمان 10، يعني بدل ما يعطي 120 ممكن يصل ل 130. شوف هنا 110، هنا 120، هنا 120، هنا 100، هنا 120. بالطريقه هاي بيتم قياس الصبغ.